وللإيمان بالقدر فوائد، نحن نذكرها وكان المؤلف ما ذكرها. الإيمان بالقدر له فوائد، منها أنه من تمام الإيمان، ولا يتم الإيمان إلا بذلك، ومنها أنه من تمام الإيمان بالربوبية، لأنك إذا آمنت بقدر الله عز وجل فإن قدر الله من أفعاله وأحكامه، فيكون هذا من باب تمام الإيمان بالربوبية. ومن فوائده أيضا، من فوائد لمن بالقدر، رجوع الإنسان إلى ربه، لأنه إذا علم أن كل شيء بقضائه وقدره فإنه سيرجع إلى الله. إن أصابته الضراء رجع إلى الله تعالى في دفعها ورفعها، إن أصابته السراء أضافها إلى الله وعرف أنها من فضل الله عليه. من فوائد الإيمان بالقدر أن الإنسان يعرف قدر نفسه ولا يفخر إذا فعل الخير، أليس كذلك؟ لأنه إذا علم أن الله هو الذي قدرها قال إذن ليس مني، هذا من الله، هذا من فضله، هذا من نعمته، هذا من منته. لكن الذي لا يؤمن بالقدر شغول يقول هذا مننا، حصلت بيدي، حصلت بكسبي وما أشبه ذلك. خامسا من فوائد الإيمان بالقدر هون المصائب على العبد، هون المصائب على العبد، لأن الإنسان إذا علم أنها من عند الله هانت عليه، هانت عليه المصيبة، كما قال الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. سادسا إضافة النعم إلى مستيها، لأنك إذا لم تؤمن بالقدر أضفت النعم إلى من باشر الإنعام ونسيت الأول. مثال ذلك: رجل وهبك هبة أو أهدى إليك هدية، إذا آمنت بالقدر فستقول الذي ساقه أن يهدي إلي هو الله عز وجل، فتضيف النعمة إلى من؟ إلى الله عز وجل، إلى مستيه، وتقول ما هذا الإنسان إلا طريق. لكن من لم يؤمن بالقدر يعتمد على الأسباب المادية ويرى الفضل كل الفضل لمن أسدى إليه هذا الخير وهذه الهبة. وهذا يوجد كثيرا في الذين يتزلفون إلى الملوك والرؤساء والوزراء، تجده إذا أعطاه الملك أو الرئيس أو الوزير العطية ينسى أن الله هو الذي سخره حتى يعطيه، ويجعل النعمة الكبرى والمنة لمن؟ لهذا المعطي، لهذا المعطي. لكن إذا آمن بالقدر فإنه يضيف النعمة إلى مستيها عز وجل لا إلى هذا. صحيح أنه يجب على الإنسان أن يشكر الناس، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صنع عليكم معروفا فكافئوه، ولكن يعلم أن الأصل كل الأصل هو الله عز وجل، أو هو فضل الله عز وجل جعله على يد هذا الرجل. أي نعم. كذلك أيضا من فوائد الإيمان بالقدر أن الإنسان يعرف به حكمة الله عز وجل، لأنه إذا نظر في هذا الكون وما يحدث فيه من تغييرات باهرة، من سراء وضراء وجدب وخصب وغير ذلك،
عرف بهذا حكمة الله عز وجل، بخلاف من نسي القضاء والقدر فإنه لا يستفيد هذه الفائدة. فهذه الفوائد